تعال نشوف مع بعض يعني الكلام اللي قلناه عنك من زمان، نشوفه ونرجع نعلق عليه. في كل حلقة دايما هنتكلم عن نجم او عن موهبة بنقدم فريق المستقبل المكون من 11 لاعب. نجمنا النهاردة هو شادي رضوان. شادي رضوان اللي اتكلمنا عنه كان اول برنامج يتكلم عنه او يقدمه ويعرف جميل النادي الاهلي بيه كان هنا برنامج الاشبال، وهو من يعني اللعيبة من لعيبة النادي الاهلي اللي تم اكتشافه من اكاديمية النادي الاهلي في المنصورة، وزي ما بقول لحضراتكم اتكلمت عنه جريدة الجارديان البريطانية واتكلمنا عنه هنا في برنامج الاشبال. تعليقك يا شادي، واحنا يعني الحمد لله كلامنا طلع في محله وكلامنا طلع صح لما كنا بنقول ان عندنا مواهب وعندنا لعيب، وانت فعلا يعني الحمد لله ناس اثنت عليك. لا طبعا بشكرك طبعا يا كابتن اسامه، وبشكر البرنامج الجميل ده. طبعا برنامج مهم وبرنامج بيظهر اللعيبه الصغيره، اللي انا واحد من الناس اللي البرنامج ظهرني. يعني الناس بدات تعرفني اكتر من خلال البرنامج وبداوا يتفرجوا كمان الماتشات اللي كانت بتتذاع مباشر لينا، والفرقه ال 2001 وفرقه 99 كانت بتعرف الناس، بتحس ان انت كانك موجود مع الفريق الاول. الناس متابعاك وعارفاك وحافظاك، فطبعا فكره البرنامج فكره هايله، وان شاء الله مزيد من التقدم باذن الله. طب ايه موضوع الفراري؟ يعني شادي رضوان الفراري طلع منين الاسم ده؟ لا الاسم بصراحه كان اول حد لقبني بيه كان المعلق والمراسل دلوقتي كابتن فاروق صلاح. طبعا فاروق صلاح ما كان معانا برضو في فريق العمل فريق الاعداد بالظبط في الاشبال، فهو كانت في الفتره دي انا كنت بدات اظهر شويه، وكانت القناه بتغطي المباريات كلها، فجت بقى الفكره من هنا يعني. بس فمن ساعتها بقى الناس بدات تتكلم عن الاسم. الناس تناديك بالفراري؟ طبعا خلاص بقى اسم الشهره بتاعك دلوقتي. خلاص بقى ده الناس خلاص بقت حافظه الاسم ده يعني.